تشهد محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين عملية عسكرية واسعة يخوضها الجيش الوطني، سيطر خلالها على عدد من المواقع أبرزها جبل الصحن المطل على وادي النخيل الاستراتيجي وتبت عبد العزيز ومواقع الشطيبات في محور البقع شمال صعدة، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا الإنقلابية. هناك عملية ضغط ودفع في مختلف الجبهات تهدف إلى القضاء جذريا على الانقلاب وإخضاعه للحل الشامل وإيجاد سياسة عامة للدولة وحل ينهي هذا الحرب العبثية الذي تمرد خلالها الانقلابيون في مختلف المحافظات اليمنية. هناك أيضا تحركات شاهدناها في الآونة الأخيرة في مختلف جبهات منها مأرب وصرواح ونهم. وعلى صعيد المواجهات في جبهة الضالع مريس، قتل 5 من الحوثيين وجرح 3 آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني اليوم عقب محاولة تسلل لعناصر الميليشيا إلى مناطق التهام وناصة، فيما تستمر المواجهات في جبهات نهم بإسناد لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت معسكرات ريمة حميد وضبوة جنوب صنعاء. في تصدي لقوات الانقلابية حيث تمثل هذا الدور في عدة اتجاهات. أولا معروف أن القوات الانقلابية بقيادة عفاش والحوثيين كانوا يمتلكوا عتاد عسكري دولة كاملة، وكانوا يتحصنون في مرتفعات استراتيجية يصعب لأي قوة بشرية الوصول إليها لولا وجود الطيران التحالف العربي الذي قام بقصف هذه المواقع وتدميرها نهائيا. وفي تعز اندلعت مواجهات في الجبهة الشرقية نتيجة محاولة ميليشيا الانقلاب التقدم واستعادة مواقع محررة، لكن قوات الجيش الوطني تمكنت من دحرها باستخدام الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الميليشيا. الانتصارات الكبيرة في صعدة معقل الحوثيين ومحاور القتال في نهم والجوف يؤكد تراجع وضعف الميليشيا الانقلابية أمام تقدم الجيش الوطني وضرباته الموجعة. قناة الشارقة، محمد طاهر، تعز.